السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ الصف الرابع، معكم ست عبير في مادة الرياضيات في مدرسة الأمان الأهلية. اليوم عندنا موضوع الكسور المتكافئة. قلنا الكسور المتكافئة هي الكسور المتساوية أو المتشابهة، وأخذنا طريقة التمثيل بالنماذج. فاليوم راح ناخذ كيفية إيجاد الكسر المكافئ. عندنا طريقتين لإيجاد الكسر المكافئ، إما عن طريق الضرب أو عن طريق القسم. الضرب يجب أن نضرب البسط والمقام في أي عدد ابتداء من الاثنان، نضرب في اثنان في ثلاثة في أربعة في خمسة، بس لازم نضرب البسط والمقام بنفس الرقم حتى نوجد الكسر المكافئ. الطريقة الثانية القسمة، باستعمال راح نعتمد على قابليات القسمة اللي أخذناها سابقا، هي قابلية القسمة على اثنان وثلاثة وخمسة وعشرة، تذكروها. إذن بالقسمة راح نعتمد على قابلية القسمة اللي أخذناها. هسا مثلا عندنا فقرة أتعلم، أوجد الكسر المكافئ لكسر 1/5. راح نجي أول طريقة، راح نستعمل طريقة الضرب. قلنا نضرب ابتداء من الاثنين، كيفنا راح ناخذ الاثنان، لازم نضرب البسط والمقام بنفس الرقم. ما دام أخذنا اثنان راح نضرب البسط في اثنان والمقام في اثنان، فنجي 1 في 2 2، 5 في 2 10. انتهينا. إذن الكسر المكافئ للكسر 1/5 هو 2/10، يعني اللي يساويه المكافئ يساوي الكسر 1/5 يكافئ الكسر 2/10. مثلا عندنا أوجد الكسر المكافئ للكسر 4/8، 4/8 نجي راح نوجد الكسر 4/8 باستعمال الطريقة الثانية اللي هي القسمة. قلنا نعتمد على قابليات القسمة. مثلا عندنا نجي هون عندنا 4/8، نجي على البسط، نتحق على البسط الأربعة، راح نبدأ نختبرها من الاثنان. تقبل القسمة على اثنان؟ قلنا ايمتى يقبل العدد القسمة على اثنان؟ اذا كان زوجي. الاعداد الزوجية اشني هي تذكرون؟ اللي هي 0 2 4 6 8. اذا الاربعة اشني؟ زوجي. اذا يقبل القسمة على اثنان. الثمانية تقبل القسمة على اثنان؟ زوجي، نعم زوجي، اذا تقبل القسمة على اثنان، اذا راح نقسم على اثنان. إذا ما تقبل على اثنان نختبرها على ثلاثة، إذا لا على خمسة، وهكذا. راح نجي نقول 4 تقسيم 2، الأربعة كم اثنان؟ فيها 2. 8 تقسيم 2 فيها 4، 2 في 4 8. إذا الكسر المكافئ للكسر 4/8 هو 2/4. واضح؟